ماي جاد وحياة. هاي ماما كيفك؟ شو هاد؟ عيب ما بصير. والله امبارح ابو خالتي سافر على دبي. انا عبدي احلى. انت قلت لي بالله ما بآمن فيها نهائيا تبع الحب من اول نظره انه انت واحد كذاب. عادي. ايه بس لا تقولي فاطمة ولي وسام اذا بدنا. البغلة النايمة. مرحبا. اهلا. كيفك؟ الحمد لله. تعرفيني عنا؟ انا اسمي فاطمة. فاطمة؟ فاطمة. فاطمة كيف سرعت بديها عندك؟ يعني هيك وهيك. يعني انت حربوها بتلطيها على الطاية؟ هلا ليكي ما تفهمي انت تنمر، انا بعرف كل بنت قصيرة بتلطيها على الطاية بتكون حربوها قوية. الحمد لله. بتعرفي شو عامل لك؟ سمعتي شو قال لك؟ شو قال لي؟ قال لك شو برونو؟ انا عبدي احلى. قال طولي هالطول ومجننته. عادي. طيب بقول لك شغلة، أول شيء حاش ترجعي؟ إيه تمام. فاطمة ليش رفيقك قال لي إنه قناعة تتزوج؟ ليش ما بدك تتزوجي؟ لأنه ما حلو. ما حلو الشيء ولا ما حلو الزواج؟ لا إنه يعني ما حلو هدول القصص تبع الجواز وهيك قصص ما حلوة بنوب. خطبة؟ لا لا. لأنه كتير دمار. دمار؟ إيه دمار. قلنا نحن بالذات أكثر من الشاب. انت البنات. يعني انت شو مره حدا هيك اجى دغري صالحك وقال لك انه شو بيقولوا لك؟ انه انا حبيتك من اول نظره وما بعرف شو نحن لازم انه نتعرف على بعض ونرتبط وبعدين بدنا نفوت من الباب. ايه شو هي الحب هي انا هي ابدا يعني ما بآمن فيها نهائيا تبع الحب من اول نظره انه انت واحد كذاب. يعني اذا ما تعرف علي منيح وانا عرفته هو عرفني هذا لا كذب. هذا واحد بده هيك يمشي اياه ويتسلى وهيك. طيب فاطمة بسألك سؤال أخير. تمام؟ قد ايه عمرك؟ أنا هلا عمري 18 بس خلصتهم. يعني بقي لي شي شهرين أو ثلاثة بفوت بال 19. العمر كله يا رب. سلام عمرك. شو عاملة تاتو على إيدك؟ عاملة اسم بابا. الله يخلي لك يا. لا أنا بابا شهيد. الله يرحمه أنا آسف. لا عادي ولا يهمك. تعيش. وهيك الله يحميك يا رب. شو بيقولوا؟ يحميك. فاطمة جاهزة؟ لكن احنا كتير طولنا. عادي ولا يهمك. معي ثلاث حزازير اذا بتعرفي واحدة منهم تربحي. ماشي. جاهزة؟ جاهزة. فاطمة بتعرفي شو هو الشيء اللي بيكون نصه ناشف ونصه مبلول؟ نصه ناشف. بس شوي وضح لي اياها انه يعني شيء نحن بنستخدمه ولا بنشوفه ولا شو؟ هو شيء جماد بس بنستخدمه. نص ناشف؟ نصه ناشف نصه مبلول. نصه ناشف. المغسلة؟ فكرة انت عطتيني شيء ممكن يكون مغسلة. بالله بس هو معنا مغسلة بس ممكن يكون مغسلة. نص ناشف نص مبلول. رح حسب لك يا هصر. بالله رح حسب لك. بشو هي الجواب؟ هو القارب او السفينة او اليخت. ليش نص ناشف؟ البحر. ايه صح لانه من فوق بيكون ناشف. قلتي ليه؟ تمام. فاطمة سؤال تاني، في زلمة ساكن ببناية من 10 طوابق، كل يوم بينزل بروح على شغله، بس يرجع بيكوس على الطابق السابع وبيكمل مشي له. الطابق السابع بيكمل مشي؟ ليش؟ لأنه بتكون قريبة. شو هي؟ إنه طلعة. يعني مشي؟ غلط. لا. طيب بس دقيقة لحتى أحذر. عم يساعدك؟ لا والله. لأنه بيكون بيته طابق السابع؟ صح. شو عارف؟ صح. ليش يعني بيكون بيته بالطابق السابع؟ ما هو عايش بالعاشر. مين قالك عايش بالعاشر؟ أنت قلت لي. أنا نايم على الطابق. صح. أنا ما حددت لك إذا هو ساكن بالطابق العاشر أو هو بالطابق السابع، ما حددت، أنا ما حددت لك أنه طابق. قلت لك بنايه من 10 طوابق. صح بك بالسابع، معناته هو بالسابع، بلا بس بدي اسمع. فاطمه اخر سؤال، صح بدها تركيز. فاطمه شو معنات كلمه حندقه؟ هي اللي بيقولوها للبيبي. صح. هي تبع نامي يا عسو. لا بيقولوا
ايه الحمدقة شعري اشقر. لا مو ايه الحمدقة، مثلا انا فاطمة بيقولوا لي ايه. ايه بس لا تقولي فاطمة، قولي وسام اذا بدك. ايه تبع شعري اشقر ومنقة. بتعرف شو معنات كلمة حندقة؟ حندقة ايه بس بدي اتذكر امي شو قالت لي مرة. وجهي لها تحية لامها. هاي ماما كيفك؟ انا عن جد يعني انا في عندي احلى ام بالكون، وعن جد العالم كلها بتعرف، كل رفقاتي هلا اذا بكونوا عم يشوفوني من اكيد حيعرفوا. عن جد عندي احلى مام، يعني احلى مام، عفوا عندي احلى ام بالكون. يا لامك كثير كثير. هو سؤال تقليدي بعرف. اي طبعا. ليش بتحبيها اصلا؟ كثير كثير يعني عندي اياها هي خلص التوب، وانا كمان يعني وحيدتها. الله يخلي لك اياها يا رب. كزويك. تعيش يا رب، خلي لك امك. بدي اهلا رح تكون مبسوطه هي عم تحضر الفيديو. حتكون طايرة عقلها، لأنه هي عن جد حلمة تشوفني مثلاً مسافرة، حلمة تشوفني إنه أنا عم مثل أو شيء كتير. يا ما شاء الله شوفك أحسن ممثلة. طيب إن شاء الله يا رب. تكون عم تمثلي بدبي مثلاً. إيه أوه ماي جاد وحياة. والله امبارح أبو خالتي سافر على دبي. بدي أخذك؟ إيه هو هيك على أساس. أوكي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. والله أنا حلمي عن جد حلمي دبي. طيب كنا بسيرة أمك إنه تقول لك شو معنات كلمة حندقة. إيه هي الغنمة النايمة، لا الغنمة النايمة. هي بس شيء البغلة النايمة. البغلة النايمة. شو شعورك كان بس عرفتي؟ انه عن الغلمة، عن عفوا عن البغلة. انه يعني عادي، هو يعني ما حيوان مثله مثلنا. بس انه هو يعني بالعقل. يعني بالعقل. فاطمة أنا نادراً ليطلع معي بنت مهضومة، تمام؟ أنت يمكن ثالث بنت رح هلا رح العالم رح تنبسط إنك طلعتي معي ورح يقولوا قديش فاطمة مهضومة. شكراً كثير. عن جد أنت حلوة مهضومة. أنت كمان. منينك على عيني. فاطمة أنت ربحتي معي جائزة مقدمة من يلا تي في، بس طبعاً أنا نسيان حط وحدة بجيبتي. تمام؟ رح أعطيكي. بس بدي تعترفي لي بشغلة. إيه أكيد. تمام؟ وسام المصور حاول يساعدك ولا لا؟ اي واحد منه؟ لا والله، على فكره هو كان عم ينقني بس انه انا يعني ما انتبهت. سلم يعني حاول يساعدك؟ حاول بس انا والله يعني ما سمعته. اوكي انا بدي اشكي له مرته هلا. ايه؟ بس البنات بيساعدوا، اما الشباب ما بيساعدوا. ايه خلص عن جد بحياه الله عن جد اشكي. شو هاد؟ عيب ما بصير. لك شي فاطمه؟ لا سلامتك. وانت كمان لك بس يطلع الفيديو شاركي عندك ها؟ ايه اكيد، على فكره انا متابعتك. بالعينه تابعتك وهيك يعني كثير، يعني انا على طول بحضرك على طول. اوكي ميرسي لك. شكرا لك شيء. لا سلام. باي.